والآن إلى مختارات من موضوعات الرأي، نبدأها من رؤى وأفكار لرئيس تحرير الصحافة دكتور إبراهيم الصديق، الذي كتب عن أحداث معسكر كلمة تحت عنوان كلمة قراءة ما وراء السطور. في مقدمته أشار الصديق إلى أنه من الضروري قراءة ما وراء أحداث كلمة وأبعادها ودلالاتها، وقال إنه لا يتصور أن الجهات المختصة كانت خالية الذهن مما يمكن أن يحدث خلال لقاء الرئيس بالنازحين في المعسكر، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون الأجواء طبيعية في ظل وجود حاضنة في المعسكر لأتباع الحركات المسلحة. ومضى الصديق يقول: من المتوقع أن تكون هناك قوى داخلية وخارجية تعد السيناريوهات والخطط، ولكن لم يدر بالذهن أن يكون إطلاق الموقف من اليوناميد التي أصدرت البيان الأول والأسرع في تاريخها ودون إجراء أي تحقيق. وأورد الصديق جزءا من بيان اليوناميد يقول: تعرب اليوناميد عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات بين القوات الحكومية والنازحين المقيمين في مخيم كلمة بجنوب دارفور، ما أسفر عن مقتل 3 نازحين على الأقل وإصابة نحو 26 آخرين. وعلق الصديق على أن اليوناميد حددت الأطراف والموقف وأسدت النصح، وأضاف: يمكن أن نستشرف أن اليوناميد تبحث عن دور في إطار حديث كثير عن ضرورة مغادرتها. ومضى الصديق في الخواتيم يتحدث عن أهمية تطوير آليات وتطبيقات الأخبار في مؤسساتنا الإعلامية والصحفية، وخاصة بالذكر وكالات الأنباء ووزارتي الخارجية والداخلية، وضرورة التعامل بحضور وفعالية.